كتلة هوائية لطيفة معتدلة الحرارة وأيضا رطبة للغاية، يتوقع أن تؤثر على المملكة خلال بداية هذا الأسبوع. التفاصيل بعد هذا الفاصل. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدر سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. تشير آخر القراءات الجوية عبر الخرائط الجوية إلى اندفاع كتلة هوائية مشار إليها تقريبا باللون الأخضر والأصفر، هي ذات درجات حرارة حول المعدلات، لطيفة لكنها رطبة للغاية، وتوقع أن تؤثر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط خلال الثلاثة أيام القادمة. كما نلاحظ وجود هذه الأحوال الجوية بالقرب من المملكة سامة على خفض درجات الحرارة وسيادة أجواء تعتبر خريفية معتلة في أغلب المناطق، وسط اندفاع لتيارات هوائية غربية رطبة للغاية. يستمر وجود هذه الكتلة حتى منتصف هذا الأسبوع. على الجانب الآخر، تشير أيضا توقعات تشكل الضباب والغيوم المنخفضة إلى أن المملكة خلال ساعات ليلة السبت على الأحد وفجر يوم الأحد من المتوقع أن تشهد في مرتفعاتها الشمالية والوسطى وبعض الأجزاء من المرتفعات القسم الشمالي من المناطق الجنوبية ظهورا كثيفا للسحب والغيوم المنخفضة. أيضا هناك فرصة لتشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية وقمم تلك المرتفعات. تبقى ذات الأمور يوم ليلة الأحد على الاثنين، لكن تتوسع أكثر وتشمل أيضا مناطق أكثر داخلية وربما بعض مناطق السور الشرقية، حيث تتوقع أن تكون الأجواء رطبة للغاية في ساعات الليل والصباح الباكر. أيضا تكون مائلة للبرودة وترتفع نسب الرطوبة في مناطق عديدة من المملكة، وتظهر كميات كثيفة من السحب والغيوم المنخفضة في ساعات الصباح، ويتشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ويمتد ظهور هذه السحب حتى أقصى المناطق الجنوبية من المملكة. وأيضا ويبقى ذات الأمر ليلة الاثنين على الثلاثاء وصباح يوم الثلاثاء، إلا أنه يتراجع عن المناطق الجنوبية ويبقى في المنطقتين الشمالية والوسطى وبعض المناطق الداخلية من المملكة. إذا بملخص توقعات الأحوال الجوية خلال الثلاثة أيام القادمة، في العاصمة عمان درجات حرارة تستقر نهارا عند 24 درجة مئوية، أجواء خريفية معتلة في ساعات النهار لكنها رطبة في ساعات الليل ومائلة للبرودة بشكل واضح، تهبط درجات حرارة بين 14 إلى 13 درجة مئوية في ساعات الليل، يستلزم ذلك لبس المعاطف وبعض الملابس الأكثر يعني أكثر ثقلا مما هو عليه الحال خلال الأيام الماضية، وأيضا ذلك ينطبق حتى في ساعات الصباح الباكر بمشيئة الله تعالى. بالعودة للأحوال الجوية فقط هذه الليلة للحديث أكثر، نتوقع أن يكون أجواء بشكل عام ضبابية بشكل لافت في مناطق عدة من المملكة، درجة الحرارة الصغرى المتوقعة هذه الليلة 15 درجة مئوية، ويتوقع أن تظهر كميات كثيفة من السحب في ساعات متأخرة من هذه الليلة وصباح يوم الأحد وبالأخص في المنطقتين الشمالية والوسطى، بالإضافة للمرتفعات الجبلية العالية يتوقع أن يتشكل بها الضباب بشكل لافت في ساعات متأخرة من هذه الليلة بمشيئة الله تعالى. نتعرف الآن على درجات الحرارة العظمى المتوقعة في مدن ومحافظات المملكة ليوم الأحد والصغرى ليلة الأحد على الاثنين. نبدأها من المفرق من 26 إلى 14 درجة مئوية، تكون في إربد 26 إلى 17، في جرش 26 إلى 17 أيضا، وفي عجلون من 24 إلى 18 درجة مئوية. في المناطق الوسطى في العاصمة عمان 24 إلى 14، في البلقاء من 24 إلى 17، في مأدبة من 25 إلى 15، في البحر الميت من 32 إلى 25، وفي الزرقاء من 26 إلى 15 درجة مئوية. جنوبا في الكرك 24 إلى 16، في الطفيلة 23 إلى 16، في معان من 28 إلى 16، وفي جبال أشتران من 20 إلى 14 درجة مئوية، في حين ترتفع في خليج العقبة إلى 32 درجة مئوية في ساعات النهار، والصغرى الليلية تهبط إلى 23. أما في المنطقة الشرقية فتكون في رويشد 33 إلى 14، وفي الصفاوي من 30 إلى 13، وفي الأزرق من 30 إلى 15. في ملاحظة بأن هذه المناطق جميعها الشرقية والجنوبية الشرقية والصحراوية أصبحت تعاني الآن من فروقات حرارية كبيرة جدا ما بين ساعات النهار وساعات الليل، فمثلا أرويشد نهارا 33 أجواء تميل الحرارة لكنها في ساعات الليل 14 درجة مئوية، وبالتالي الأجواء تكون مائلة للبرودة في ساعات الليل المتأخرة. قبل الختام فقط تنبيه بشأن ضرورة مراعاة لبس الملابس الأكثر ثقلا الآن بسبب برودة الأجواء في ساعات الليل، كما ندعوكم أثناء القيادة للحذر خاصة في طرق المرتفعات الجبلية العالية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض التي تؤدي لتدني مدى الرؤية الأفقية. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد،
شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.